بارك الله فيكم. السؤال الثالث في رسالة هذا السائل يقول: أخت زوجتي محجبة وتلبس الخمار، وعند حضورها مع زوجها إلى منزلنا فهي تمتنع من الجلوس معنا والسلام علينا والحديث معنا، على حد قولها بأن الجلوس والسلام والحديث مع الرجال حرام، رغم أنني زوج أختها ولم أعرفها من قبل، وبوجود زوجها والأهل معا طبعا، فهل حديثي وسلامي وجلوسي معها وبصحبة الأهل من النساء ووجود والدها وزوجها حرام جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة. نعم. وأن تكون محجبة، فإذا لم يكن هناك خلوة وكانت محجبة وكان الكلام أيضا كلاما عاديا مما جرت به العادة ولا محذور فيه، فلا مانع من محادثتها لزوجي أختها. نعم، جزاكم الله خيرا.